لك عين ترد بعد عقب اللي سويته. والله لو دار الجفا في بالي لصد صده ما بعدها صده. والله وجيه ما صار في شرخ في العلاقة بيني وبين زوجي بسبب هالموضوع. بعدها طبعا فترة انفصل. أنا ما أبي أسيء لإنسان كنت في يوم من الأيام زوجته، لأنه ما أساء لي حرام، بس هو انضحك عليه من هالشخصين. اتهمتي من قاموا بعمل مونتاج حلقة برنامج تلفزيوني بتشويه الحقيقة والإساءة لعلاقتك بالأستاذ خالد عبد الرحمن الملحد. هم حرام ما يدرون إن في شيء مرتبط في شيء، فما انتجوا، فما ممكن أسيء لهم بعد ما خدموني. روح روح أنا في راحتك ما بالي الله عساها. الشريط هذا مستعدة أوريه حق نواف الشمري أخليه يسمع، فهمت ولا لا يا أختي؟ روحي.